من جديد بيكون اياد علا والرقم الصعب بالعراق ولو علامات الخطر حواليه. الاردن تغيير مناخي مفاجئ بالاردن بيترك اثار سلبيه. اجتماع استثنائي بالاردن ومحاوله فرض تغيير جذري على واقع الارض. القصر الملكي الهاشمي هدف متجدد بعيون الاشرار. بطريقه ملفته جدا بيتم ابراز معالم دينيه واثريه مهمه. مصر بين جمال مبارك والحكم حلقه بست فراغه وسيط مؤقت. قبضة حديدية بتمسك كل المحاولات التغييرية بما فيها من نار ودمار. منع شخصية من دخول الأراضي المصرية. بداية عودة المياه إلى مجاريها بين مصر وسوريا وخطوات أولية بطيئة لترميم العلاقة بين مصر وحزب الله. قلق على صحة الرئيس مبارك بيكون مادة للعديد من الإشاعات. حداد مصري وحزن عربي على غياب وجهين بارزين من أهل الفن وبينهم فنان بعمر الشباب. تنتقل الكاميرات من تصوير عمل فني إلى تصوير حادث مفاجئ. الأحكام الطويلة طويلة الأمد والمؤبدة عناوين المرحلة المقبلة بمصر. السودان عصى الرئيس عمر البشير برسم الانكسار. بليبيا أرى العقيد معمر القذافي خارج السرب. بالمغرب حركة عمرانية ملفتة وفريدة بالنوعية والأسلوب. الأمر اللي بيجعل المغرب مركز اهتمام المستثمرين وعشاق السياحة. حدث مقلق بحيط بجلالة الملك بيزيد من رصيده بقلوب الناس. تألق مغربي بارز بعالم الفن والجمال. تركيا تستمر تركيا بلعب دور الوسيط لكن بمكان معين بتكون هي بحاجة لوساطة للخروج من مأزق. بلبلة واسعة بين أهل الحكم ومظاهرات شعبية. تغيير في وضعية أوجلان بالسجون التركية بالسجون. إيران سهام الغدر الخطرة مصوبة إلى الرئيس أحمد نجاد تستهدف السيد خامنئي اللي بيكون وضعه الصحي مقلق. أرى المعارضة الإيرانية متوجهة إلى حائط شبه مفتوح والنار بتحرق العديد من عناصرها. الإعلان عن كشف شبكة عملاء بتبين التحقيقات خطورة الخرق اللي حققته قبل كشفها. استبعاد شخصيات المعارضة بالقوة عن مراكز القرار. مشهد رهيب بعالم الطيران المرتبط بإيران. موقع ذو أهمية دقيقة وحساسة بيشهد حدث غامض وما بيظهر منه غير علامات نار دخان ونار. الحرب النفسية والإعلامية الواسعة بين الغرب وإيران بيتخللها لأول مرة خرق أمني. أوروبا خطوة واسعة بيقوم فيها الرئيس ساركوزي باتجاه الشرق بيتبين فيما بعد أنها خطوة ناقصة. ينتقل الإرهاب بالمثلث الفرنسي الألماني البريطاني. بتعيش اليونان هزات طبيعية وهزات بشرية. فضيحة إيطالية على مستوى زاد سيول سلبية. استقالة مفاجئة لشخصية إيطالية من منصبها. بداية نوع جديد من الحكم الإيطالي. بتقوم أوروبا بأبحاث طبية بتودي لاكتشافات بارزة بمجال الطب والدواء. بتعيش لندن ليلة مظلمة. تحقيق لكشف ملابسات موت أحد الوجوه الفرنسية المعروفة. ظهورات مقدسة بأوروبا. اسم خوليو إغليسياس في الضوء من جديد. أمريكا قبل فوات الأوان بتسارع المخابرات الأمريكية لأحباط الفصل الثاني من عمليات مسلسل أسود معد لأمريكا. قرار الرئيس أوباما بالذهاب إلى أفغانستان بيرتد عليه وعلى بعض أركان فريقه سلبيا. قصة جديدة تكتب أحداثها بالفضاء الأمريكي. بينجى الرئيس أوباما من أول اعتداء. بتعيش عائلة كلينتون ظرفا خاصا. تساؤلات واسعة حول اسم الإذاعي الأمريكي لاري كينغ.
عمل فني أمريكي بيرافقه حارس غريب تصار حوله ضجة احتجاجية. حدث مفاجئ بيلغي زيارة محددة بين الرئيس أوباما وشخصية عالمية. هو كل التوقعات كانوا ل فأصلا توقعات المشاهدين اللي شفناها هلأ مباشرة.